بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ما هي حقيقة الدين وما هي حقيقة التدين؟ من هو الإنسان الملتزم المتدين الذي ورد التأكيد عليه في كثير من الروايات؟ الروايات تقول لنا الإنسان المتدين، إنسان متدين، إنسان متدين. ما هي صفات الإنسان المتدين؟ كل ذلك سوف نتعرف عليه هذه الليلة إن شاء الله في ماتم المرخ وفي قرية المرخ الحبيبة. انتظروا.